أني هذا الصايمة لوجه الله وهذا الخير أداره اليوم لأرواح الشهداء ورحمة على روح الشهداء، وهذا الشهداء أنطوا دمهم لأن على عرضنا وعلى أرضنا، والشهداء ذولا أولادنا والله يرحمهم ويغفر عنهم، وذولا يعني جايين من أي منطقة من كل المناطق جايين على مودنا إحنا، على مود يحامون الوطن ويحامون يعني أعراضنا، والله يرحمهم ويعني رحمة على أرواحهم وإن شاء الله مستواهم الجنة، وهذا الخير كله صار على أرواح الشهداء، ونفتخر إحنا باليابسة، واليابسة إن شاء الله يبغون دائمين وما يطلعون من هاي المناطق لا المدى والحياة، ونفتخر بهم وهم ذولا أهلنا وإخواننا وأولادنا، ونحترمهم ويحترمونا وإحنا أمهاتهم، ويعني هم أولادنا، واللهم ربي ينصرهم على القوم الكافرين، واللهم ربي يدومهم. العيشة العيشة ما دام اليابسة موجودين عيشتنا طيبة. من يروح يابسة احنا ما عندنا عيشة. هذا اللي عرفوا اني. اللي عرفوا اني من يروحون يابسة ما عندنا عيشة، بس اليابسة هسه حرية. نحكي بكيفنا، ناكل بكيفنا، نطلع بكيفنا، أي شيء، يعني هم اللي يعني هم المتمسكين بهم احنا. بينك وبين مجتمع الإيزيدية علاقتكم علاقتنا احنا والإيزيدية صارت زينة بدور اليابسة. من جوا اليابسة صرنا احنا وياهم أهل وأصحاب. يعني تونا صرنا تعدلت الامورات، كنا نروح ونجي عليهم وهم يجون علينا، وصرنا يسانات بيناتنا، كانوا بيننا وبينهم عداوات، بس هسه العداوات انقرضت بفضل منه وفضل اليابسه. نتمنى السنجار ان شاء الله يظل الا لنا احنا يظل، وان شاء الله بعون الله ما انسان عدو يجي عليه، وان شاء الله يظل اليابسه يروحون ويرجعون عليه، ما دام اليابسه موجودين احنا كل شيء عندنا تمام. من يروح يابسه احنا ما عندنا شيء. هم على راسنا. ونفتخر بيهم، وهم اولادنا واهلنا وحرروا مناطقنا وجابونا على مناطقنا وانطونا وطعمونا وتشلونا شربونا ولبسونا، وهذا اللي عرفوا، وشكرا وانا الممنونه. أنا سهام من منطقة الحدودية هنا، ونتشرف التقانا وياكم، وإحنا اليوم جينا سوينا هالخيرات على روح الشهداء الله يرحمهم، الشهداء اللي ضحوا بأنفسهم ودماءهم من أجلنا وأجل رنسائنا وأجل أطفالنا، وضحوا كثير، وضحوا يعني الشهداء كثير ضيعوا عمودنا، وانطونا الحرية وانطونا الأمان ولبسوا أولادنا وانطونا الأمان، حكومتنا ما انطونا الأمان مثل ما هم انطونا الأمان، واحنا اليوم جينا نسوي هالخيرات كلها روح الشهداء الله يرحمهم، وجينا نتشرف هذا الجية العظيمة شكمل شكد ما عبر روح الشهداء ما عوضهم، لأن تعبوا من ورانا كثير، ضيعوا شهداء كثير، أدوا من حقوقنا كثير، انطونا الأمان الأمن والأمان، يعني احنا ما شفنا دور الامان الا بدور اليابسه، هم اعطونا الامان، واليوم جينا سووا هالخيرات ما شاء الله كلها عن روح الشهداء، واحنا نساء الحدود كنا جينا نلتقيها ناكل معاهم هذا الخيرات وهذا عن روح الشهداء، كنا جينا معاهم ايد واحده قلب واحد، واحنا وياهم للابد، كنا قبل كنا اهل، كنا اخوان احنا والزيديه، كنا كرفه، كنا اصدقه، كنا اهل، من جهه الدواعش حطوا العداوات بيننا وبين الزيديه، كلها ما لها اي سبب، بس فتنه، فتنه عشائريه. هسه من استوعبنا والزيديه استوعبوا الحمد لله كل مشكله ما عندنا، كنا عيام اخوان اهل ايد وحده قلب واحد، يجي داعش ما يجي داعش كنا ايد وحده قلب واحد، كنا مقفلين كنا نايمين ما نعرف، بس هسه فتحنا، يجي داعشي احنا والزيدي والعربي والتركماني كنا ايد وحده على الدواعش، الدواعش ما شفنا منهم غير الظلام والدمار، كل شيء ما شفنا منهم، الله يكرمهم الله ياخذهم، مبين كل شيء واضح، كل شيء واضح، الداعش حصلوا الخراب، هدام البيوت، الأخو قام يكره أخوه، الزيدي قام يكره العربي، العربي قام يكره الزيدي، هذا كله مو صحيح، هاي فتنة عشائرية، كنا إيد وحدة قلب واحد، كنا إيد وحدة، هسه عندنا ايش العداوات؟ الزيدي شاف العربي يصدع عنه، العربي هسه لا، من استوعبنا وشفنا إنه كلهم من وراهم الخراب والدمار من وراهم، لا، هسه احنا والزيدية كنا إخوان وأهل وإيد وحدة، هسه إجا الداعشي، كنا إيد وحدة نصير، خلي يولي، مش حصل؟ البيوت هدمة، الكهرب طافي، مي ماكو، ناس مهجرة، ناس راحت على سوريا، ناس راحت على أمريكا، ناس راحت على تركيا، من وراء من؟ كلها من وراء الدواعش، احنا ما نقبل أي داعش يرجع علينا، احنا نظل احنا والزيدية والعرب كنا إيد وحدة قلب قاع، تونا صحينا على حالنا، كافي ظلم، والسلام عليكم. جينا اليوم نشارك بفطور اليوم سووه مشان الشهداء، وإن الشرف إن نحضر هذا الفطور،
والشهداء هذول اللي راحوا يعني كله مشان أرضنا وقيعاننا ورجعونا بأمان، وهذا ولنا الفخر بالشهداء إحنا، وإحنا كل شيء مشان الشهداء نسوي، لأن الشهداء ضحوا بدمهم وضحوا بشيتهم مشان أراضينا ومشان قيعاننا ومشان بيوتنا ومشان رجعونا بأمان، وما زال إحنا بأمان. أي والله بفضل دمهم وفضلهم، وإن الفخر بيهم إنه إحنا عايشين بأمان، وما زال إحنا منطقتنا صنجار لحد الآن بأمان، والفضل إلهم. لحد الآن ما زال مجتمعنا زين، وإن شاء الله يصير أحسن، وإن شاء الله إحنا والإزيدية ما بيناتنا أي خلاف، وإن شاء الله نصير أحسن من أول وأخير. إحنا والإزيدية ما بيناتنا أي اختلاف، هو داعش اللي سوى بيناتنا اختلاف، وإن شاء الله هذه زاحت إن شاء الله، هم زاعنا، وإن شاء الله هل اجتمعنا أي هذا ولمتنا هذه، وإحنا والإزيدية إن شاء الله نظل إيد وحدة، وأي واحد يقدم علينا أي منطقة صنجار نسكن إحنا والإزيدية نصير إيد وحدة، إحنا والإزيدية وما زال، وإحنا نقاتل وين ما يريدون، ونريد أن نمشي مع الإزيدية، والإزيدية إن الفخر بيهم، هذول كرفان الدم وأهلنا، ويعني ما بينات اختلاف، بس داعش سوى اختلاف بيناتنا، وإن الفخر إحنا بالإزيدية، الإزيدية أيمت إحنا يوم صار الخلاف، لو ما داعش، داعش هو اللي رتع بينا وبالإزيدية، سوى الاختلاف، وإن شاء الله هاي قمامة وراحت، وإن شاء الله نعيش بالأحسن، وإن شاء الله نرجع صنجارنا أحسن من أولي.